يسعد لي مساكم. هلأ أنا عندي بالليل مكان ما تركتكم بالفيديو الماضي بتحضيرات عيد ميلاد شام، وصلنا آخر شي عند الكيكة. قلت لكم بالليل رح أعمل الكيكة وفرجيكم إياها بالفيديو الجاي، وهلأ رح نعمل الكيكة مع بعض. مثل ما تعودتوا دائما، يلي متابعني مسبقا بيعرف أنه أنا بجيب الكيك هيك جاهز من السوبر ماركت عشان أختصر من الوقت وبيجي طيب كتير. فأول شي جبت، في عندكم سادة وفي عندكم بالكاكاو، فأنا جبته سادة. وهون سويت الكريمة الشانتي وحطيتها بالبراد لتبرد وشان أستخدمها. أنا بحط للكريمة الشانتي المي بدل الحليب عشان ما تطلع تسمي للجاتو. فحطيت اول طبقه، حطيت الكريمه، بتقدروا تزينوها شو ما بدكم، تحشوها قصدي بجوا شو ما بتحبوا. فانا اول شيء حشيتها بالموز الموجود عندي، يعني ما تتقيدوا باي شيء، شو انواع الفواكه عندكم بتصير حتى لو مجففه. بعدين حطيت الطبقه الثانيه وبشربها حليب، بتقدروا تشربوها كمان قطر، بس انا بحب اشربها حليب لانه هيك ما بتعطي دسامه كتير وحلو كتير. وبعدين برجع بحط كريمه، رجعت كمان الطبقه الثانيه، حطيت فريز وهيك كمان احشيها فريز لانه فريز كتير بحبوا الاطفال مثل ما بتعرفوا، وهو عيد ميلاد لاطفال. والطبقة الثالثة نفس الشي رجعت كررتها. اذا لاول مرة بتشوفوني انا تسنيم، هاي قناتي تسنيم هون، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة اذا حبيتوني وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يصلكم فيديوهاتي، وان شاء الله شوي شوي بتحبوني مو من اول فيديو. وبتمنى تحطوا لي لايكات من ايدينكم الحلوة، وما تقصروا معي باللايكات لانه عن جد هذا الفيديو بيستاهل لايكات ولا لا. انتوا رح تقولوا لي بالتعليقات اذا بيستاهل ولا لا. حبيت هون اختار ثلاث الوان عجين، العجين الزرقاء والعجين البيضة والعجين الفضية. هي عجينة السكر، كل وحدة لها سعر، يعني هدول الصغار بيجوا ارخص بيجوز 9.5، هي الكبيرة بتجي سعرها 16 ليرة. فانا بحتفظ فيها لبعدين، يعني بتقدروا تستخدمون بعدين كمان. حطهم بالميكرويف 3 طن لنطريهم مشان نقدر نشتغل فيهم. هلا طلعتهم من الميكرويف صاروا طراية، فعملتهم هيك وعملت البيضة نفس الشيء، نفس الكمية، يعني لازم يكونوا نفس حجم بعض 3 طن. بعدين شو رح أعمل؟ رح أحاول أدورهم هيك عشان يختلطوا ببعض، بدنا إياهم يندمجوا بالألوان مع بعض، شايفين؟ بعدين نحاول نعجنه عشان يصير معنا هيك دمج ألوان وتصير بعدين نمدها، عرفتوا؟ هلا عم سوي دمج ألوان، شوفوا حلو الفكرة ما؟ أنا كتير حبيت الدمج الألوان. طبعاً أنا هلأ خلصت عجينة السكر وسويتها، حبيت إنه أعملها بسرعة، يعني بتعرفوا إنتو هي شوي صعبة بس شوي شوي بتصير معكم، ما بدها كتير يعني مو كتير صعبة لدرجة مو طبيعية. فهلأ بدي بلش زينة وحفرجيكم شو حاطة ببالي أو بفكر شو بدي زينة، وخصوصا إنه بدي أعمل شوي فيها قيسة مثل ما قلت لكم. خطر ببالي إنه أحط هيك شكل الكرة هاي لأنه رح أزين هيك شغلات فيها، فراح اشكل الكره هيك، راح اشكها بالقالب الكيكه. راح اجيب الكره الثانيه هاي راح اشكها هيك، وراح اشكها جنب اختها هاي، شوفوا راح اعمل هذا الشكل. بعدين راح اجيب لون ثاني من لون الكيك وراح احطه هون فوقه. هلا راح اكمل تزيين للقالب الكيك وراح تشوفوه بعدين بالحفله، فان شاء الله بكره راح تشوفوه. يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم. صباح الخير شام، قومي عيد ميلادك. صباح الخير عمو.
عيد ميلاد. يلا يلا انزلي الشامي. يلا امشي نروح الحفله. بتحكي مع رفقاتي شو بدك تقولي لهم يوم عيد ميلادك؟ تعال قولي صباح الخير. اليوم عيد ميلاد شاب. شو اليوم فيه؟ عيد ميلاد مين؟ شاب. بدك تحتفل بعيد ميلادك؟ ايه. شو بدك تقولي لرفقاتنا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات لشام كلمات حلوة عشان بكرة بس تكبر بتشوفهم صح؟ بس تكبري بترجع الفيديو تشوفي. وشو كمان قولي لهم حطوا لي لايكات مناسبة عيد الميلاد. قديش بدك لايكات؟ قديش بدك؟ كتير كتير لايكات. كتروا لايكات. تعالوا نحضر مع بعض زينة عيد الميلاد. يلا امشي شام. بابايا اول شغله بدي بلش فيها انه بدي بلش ازين. فاول شيء نعمله رح ننفخ البوالين. فكتير بدنا ننفخ بوالين كتيره والزينه يعني فيها تعب صراحه. صبايا كنت كتير حابة غير ديكور غرفة الصالون، غيرها لديكور شتوي دافئ. بحس هيك الغرفة مقتولة ديكورها، بس ما قدرت أغيرها بسبب حفلة عيد ميلاد شام، لأنه هذا الحيط هو الحيط الوحيد اللي بقدر زين عليه. فقلت بعد حفلة عيد ميلاد شام إن شاء الله رح نغيره مع بعض. فتابعوني وانتظروا فيديوهات كتير حلوة، ورح إن شاء الله نعمل ديكور بجنن مع بعض. دائما بالأعياد الميلاد إلا نحتاجك بالزينة وكل شيء. ايه بس بعياد ميلاد بدائما بكل شيء. هلا هو عم يلزق هون. انا صراحة لما فرحت اول وحدة خربتها صح ولا لا؟ فخربت معي. فانا قلت له تعرف تحلي هون، انا المرة عجولة شوي فبتخرب معها. انت عندك هيك نعم؟ حط كمان. ايه حط الجمعة وحدة ثالثة. حط كمان بابا. انت عندك هيك رواق ما شاء الله. انا اعصابي هيك حاميه كثير. بس رواق ما في فن؟ لا في فن حرام. وين هون ولا هون؟ لا جنبه. اي ارسانا موتلو يلا سانا موتلو يلا سانا موتلو يلا موتلو يلا. بدي اعمل هذا الشكل شايفينه. جبت هاي صار 10 ليرات ممكن تركي تعملكم اي شكل بتحبوه. طلعوا بتدخلوا البالونه من هون في هيك مكان. بدخل البالونه هو شريط قد بدكم بتقصوه. هو 5 متر يعني هذا الشريط توقعوا هذا 5 متر. موتلو يلا موتلو يلا موتلو يلا سانا موتلو يلا سانا موتلو يلا موتلو يلا موتلو يلا. ما بيصير عيد الميلاد من دون هالمنقرشات. في صبايا كتبوا لي بالتعليقات انه بتحضيرات حفلة عيد ميلاد شام بس هدول الشغلات بدك تحطيهم. لا اكيد مو هدول الشغلات بس. اول شي جبت بطاطا جاهزة، هاي بكون مقلية نص قلية بس تطلع مثل المطاعم فبنصحكم فيها بأعياد الميلاد. بعدين بلشت انه حط ورق الزبدة على سنية الفرن وابلش احط خبز اللافاش يلي عملناه وحطينا فيه الدجاج عشان اسويه بالفرن يلي تركتكم اياه وقلت لكم الفيديو الجاي بتشوفوا كيف رح نحطه. رح نحطه بالفرن من فوق وتحت 10 دقائق يكون جاهز. هاي البراك يلي عملناها بعجينة اليوفكا رح نحطها كمان بالميكروويف نسخنها. في ناس قالوا لي انه بتطلع معجنة، لا بالعكس بتعيش كتير وقت طي كتير كتير. مو بس هيك امت ما بدكم طالعوا سخنوها بالميكروويف كأنه هلا تازة جايبينها لهالدرجة. وبلشت اعمل التبوله. اكيد ما بنقدر من دون ما يكون بالحفلات يكون موجود التبوله خصوصا طيبه. هذا المكسر مكسر تيفال يعني عن جد بحبه كتير وهو من اكثر الناس اللي بتساعدني بالحفلات خصوصا انه بيعمل لي البقدونس مفروم ناعم مثل المطاعم من دون تعب. بتشكره من كل قلبي على هالاختراع عن جد. فبنصحكم اذا ما اشتريتوا مكسر اشتروا من هذا.
بتكون شفرته كتير عريضة، كتير ممتاز للبقدونس، يعني بيطلع البقدونس مثل ما يكون شايفينه، فظيع يعني، فظيع فظيع. لحظات قليلة ورح نبلش نخلص من كل شيء. أنا كتير حابة إنه خلص قبل ما يجوا ضيوفي، بدي خلص كل شيء، حتى بدي يكون ملابسة الأولاد، لابسة أنا كذا، بس الحمد لله إنه تأخروا ضيوفي، مشان هيك يعني خلصت كل شيء ومديت الصفرة بس لسه ما لبسنا. فهلأ رح نروح نفرجيكم التياب يلي اخترناهم. بدي فرجيكم التياب يلي اخترتها إلي وللولاد. أول شيء صاحبة الحفلة شام اخترت لها هذا الفستان وجبته من ترينديو، سعره 100 ليرة، كتير حلو حسيته، خصوصا انه في إلسا لانه العيد الميلاد على هاي الشخصية إلسا. هلا رح نجي على لبس عمر. عمر يعني لبسه هيك اخترته، مهم يكون فيه ابيض وازرق ومعه هذا الشيالات وللبنطلون، وهي بنبوني كمان اذا لاحظتوا هيك. هلا بس يلبسه رح تشوفوا عليه. هلا انا رح اجي، انا اخترت لون الابيض لإلي، والملفح والشال لونه ريشي مثل ما شفتوا، لاني الحفلة رح تكون ابيض وريشي. فالفستان كتير حبيته، اشتريته من باجر ميدان 100 ليرة، حسيت قماشته كمان هيك قماشة مناسبة. رح تشوفوا كمان علي بس اخلصه، بس البست لسا ما لبست. هدول هن التياب، قولوا لي رايكم بالتعليقات شو رايكم في التياب، رح تشوفوه على الاولاد وتقولوا لي رايكم اكثر. حبايبي هلا شفتوا كل شيء، هلا انتوا قولوا لي شو اللي عملته بالصفره وشو اللي ما عملته وشو اللي جايبته جاهز، بس اكيد رح يبين معكم، فاكتبوا لي بالتعليقات رح اشوف، رح تكتشفوا اللي شيء ما عملته. هي كانت صفرتي، كثير انبسطنا بعيد الميلاد. حابه احكي للناس بيقولوا انه عيد الميلاد هو مو عيدنا نحن المسلمين، اكيد مو عيدنا، انا ما عملته بنفس اليوم عيد ميلاد لبنتي، لا بعد اسبوعين. انا هدفي من هذا العيد ميلاد نجمع قرايبينا، صله الرحم، اعمل العزيمه يعني مثل لبيت حماي، فرح الاولاد، اعمل اجواء حلوه، نحن بالغربه ما في جمنا لا اهالينا ولا شيء، فانا بحب اعمل هي صله الاقارب وبنفس الوقت نبسط اطفالنا. وهي الذكرى بالنسبه لي ذكرى حلوه، انه جبنا بنت وصار عندنا طفله بعد انه هيك الله رزقنا اياها، لانه هي رزق من عند الله، فهيك حبيت انه تبقى ذكرى بحياتنا دائما، يعني حتى لو ما عملنا شيء ممكن نعمل صفرة ونفرح فيها ونتذكر هي الذكرى الحلوة. بس اوعكم تكونكم طلعتوا من الفيديو، لا تطلعوا لسه بقيان الهدايا وتقطيع الجاتو، وتشوفوا الصبايا الصغار البنوتات كيف عم ياكلوا وردة فعلهم بالاكل وشو رايهم بالاكلات، لانه هدول الاطفال والله بتحسوهم مثل الكبار، بيفهموا بكل شيء وبيعطوكم رايكم، فاسمعوا راي الصبايا. ما في غير انا بعثت على الواتس. طيب الاكل؟
حبيتي؟ شو رأيك تعلم لك؟ لا يسلم الله. والله. الله يسلم هدية تعالى. يا عيني. شو هدية تعالى؟ يلا افتحي. يلا ساعدها تعالى عيني عشان بشر تبين على الكاميرا شو هديتك. يا انسان. جابت لنا انسان. ايه شكله؟ سنة. يلا بوسي يلا تعالى. يا عيني. تفضلي سيلا يلا عادي سيلا جنبها تعالي تعالي اقعدي هون تعالي يلا يلا سيلا 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 يا يزن تعالي طلعي الكاميرا سيلا سيلا انا اطلع واو بجمال في عليها دبدوب يا كثير حلوه حلوه يلا شكرا يا سيلا بوزك يا سيلا هاي لعمر كمان يا شكرا يا عيني يا عمتي ولا شو الزوق ايه خذها يلا روح البسها مع لازم مع السلامه واو يلا عادي عادي دكتور تلوي هاي هدية لشامو من بابا من بابا يلا خلينا شو جايب لبابا لشام العمى في الصدر طيارة انسى سعودية طيارة حاطي شوي حاطي شوي يلا على الكاميرا يلا عادي لعمر هدية لعمر يلا عمر يلا هدية عمر هدية عمر احنا حبينا نجيب هدية نفس بعض وحدة انسا وحدة سبايدر مان سبايدر مان لان عمر بحبه اثنيناتهم بيطيروا بيطيروا اثنيناتهم اما هديتي انا لشام هاي لشام شو بتتوقعي واخيرا انسا اللي بتمشي كله انسا شغليها فرجيك اياها لا يلا واخيرا قطعنا كيكه الخمس سنين كثير انبسطنا كلياتنا انبسطنا الاولاد انبسطوا عدينا اجواء كثير حلوه حبيت اعيشكم كل تفاصيل الاجواء من اولتها لاخرتها بس ما شفتوا بالاخير شو صار البيت قام وقعد وانا ما رضيت حدا يساعدني فيه قلت لهم لا تاكلوا الهم انا تسليمهم بقدر اسوي البيت كله وصراحة أنا حبيت أسوي البيت بعدين شان أشارككم تفاصيل كيف كان قبل وكيف صار بعدين وشان إذا كان عندكم حفلة كيف ترتبوا وتنظفوا ويسهل عليكم كل شيء إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من لايكات وإذا عجبكم كمان شاركوه مع رفقاتكم شان يستفيدوا من هالأفكار واشتركوا بالقناة إذا لسه ما انكم مشتركين وانتظروني بالفيديو الجاي وهلا بقلكم سلام